وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله وتوفيقه في حصة جديدة من سورة يونس، ومن الآية 93 إلى آخر السورة. نبدأ على بركة الله عز وجل في القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. مرة أخرى. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من
الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون
ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم Yeah.
نعم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. عودوها. يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا. وأن أقم وجهك للدين حنيفا. ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباده. يصيب به من يشاء من عباده. وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل فإنما يضل عليها. ومن
وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وهو خير الحاكمين. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم
الله فيكم الأبيات نقرأه مع بعضنا الأبيات من أول البيت لولاني بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن الرحيم وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة هو المرتضى أن من إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا مرة أخرى هو الحر هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا زيد هو الحر إن كان له بتحريه إلى أن تنبلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا زيد هو الحر إن كان الحري حواريا زيد هو الحر إن كان الحري حواريا شكرا بارك الله فيك في هذا البيت نعم تفضلي لا إن كان أي على الإعراب لكن الصحيح هو الحر إن كان الحري بالفتح وليس بالنصب أي نعم هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبل الحر هو الذي لم تستعبده الشياطين كأنه إشارة إلى قول الله عز وجل قال الحواريون نحن أنصار الله الحواريون هم أنصار الله الحواريون هم الذين نصروا عيسى أتباع عيسى هو المخلص في الاتباع هذا يتسمى حواري فهنا الإمام الشاطبي أشار في هذا البيت إلى هذه الآية أن يكون صاحب القرآن في محبته وإقباله واتباعه إلى القرآن كحواري عيسى عليه السلام هو الحر إن كان الحري حواريا له أي للقرآن له بتحريه إلى أن تنبلا لابد أن يتحرى في كل أموره أي شبهة فيها محرم أو كذا مباشرة ينساق
مع المنساقين، لا، صاحب القرآن لابد أن يتنزه عن هذه الأشياء. فالإمام الشاطبي ينبه بهذا البيت، يقول: هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبل. يكفي في هذا البيت ونمر إلى القراءة الفردية. تفضل بالقراءة. تفضل. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدقا ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. في عقل. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. مد النون الممدودة. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. نعم. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نعم. ولا تكونن من الذين زيد الغنة، مكن الغنة جيدا. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. فتكون من الخاسرين. كافي، يكفي، بارك الله فيك، شكرا. يكفي، شكرا. اللي بعده رقم 2. أحسنتي. الآية التي بعدها زيد غنى، زيد مكه الغنى، ما عادش تقتل غنى هكذا، طول الوقت تمشي على روح الغنى. لا، إن الذين حقت عليهم كلمات ربك. بين يعني وضح الغنى. إن الذين حقت عليهم شوية همسكة. صحيح. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب. مش يروا العذاب، يروا العذاب، يروا. ضم مليح الشفتين في الواو، وضحي. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. صحيح. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها زيد الغنى، ريت نقصها على طول. لما آمنوا إلا قوم يونس لما آمنوا. صحيح. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. جميل. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. كيف يعطيك الصحة، شكرا لك، ربي يفتح عليك. اللي بعده. شكرا. وعليكم السلام. قولوا انظروا، قولوا بعد مشيوا للساكن، قولوا انظروا، قولوا انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني
لا مفيش مد. والنذر عن قوم. والنذر عن قوم. قا. عن قوم لا يؤمنون. ايوه. فهل ينتظرون الا الا كسرة الهمزة. فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم. خلوا من قبلهم. ايوه. قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا. حقا بين التضعيف مش حقا علي. حقا علينا بين التضعيف. حقا علينا ننجي المؤمنين. ايوه. قل يا أيها بين التضعيف. قل يا أيها مش أيو مرخية. قل يا أيها قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. إطالة الغنة يلا. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. شددي يتوفاكم مش يتوفاكم. يتوفاكم ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. أيوة. وأمرت أن أكون من المؤمنين. صحيح. وأن أقم وجهك. قلقلة الجيم شديدة ومقلقلة. وأن أقم وجهك للدين حنيفا. أيوة. ولا تكونن من المشركين. ضم الميم المضمومة. صحيح. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. من الظالم. تضعيف. من الظالم مش من الظالمين. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يلا كافي. بارك الله فيك. شكرا. اللي بعده. يعطيك الصحة. وإن يمسسك الله بضر. زيد الغن. واللي صنع عندكم الكل الغن عندكم ناقص. وإن يمسسك الله بضر. مش وإن يمسسك. حركة ونص. لا. وإن يمسسك هكذا. أرفع صوتك. زيد خطفتها خطفا. وإن يردك. وهذا قراءة خلف حتى مشغول. وإن يردك. زيد الغنى. لا طو. المد ناقص. هذا المد كلمي مثقل ثلاث ألفات ست حركات طويل. بخير فلا راد لفضله. زيد.
يصيب به من يشاء مش عبادي عباد عباد بين الفتح يصيب وهو الغفور الرحيم زيد الغن قد جاءكم الحق بين المد أربع حركات يعني من ربكم بين إدغام في الرابع لا غنة من ربكم فمن كانت حاد ولا فمن بين الهاء أضعف الحروف أقواها الطاء وأضعفها الهاء فمن اهتدى مش فمن اهتدى وكان حاء يه مش يهتدي يهتدي يه ها أه ناقص الغلة عاو وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير وضح لها وهو خير الحاكمين شكرا يعطيك الصحه بارك الله فيك اللي بعده هو الحر ان كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا نعم ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق صدق قوة قوة على طول ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك من ميم مي مي كسرة الميم وضحي الكسر فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين جيد ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون جميل ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت
قرية آمنت فنفعها. أهمس شوية. آمنت فنفعها. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. تمام. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. طيب يعطيك الصحة بالنسبة للغنم جيدة عندك، شكرا لك، بارك الله فيك. اللي بعده. هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا. قول وايخ نسمعكم وحدكم. زيد. والحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا. نعم الآيات. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. 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 أيوة. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. صحيح. وما كان لنفس أن إلا بإذن الله. ما. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. قل فانتظروا. لا فخم الضاد ما ينفعش. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صحيح. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هاي كم آية أخرى؟ واصل. قل يا أيها الناس إن. لا ما تعملش الإخفاء كيف مش إيه ولي مد. إن على مخرج الكاف. قل يا أيها الناس إن. لا إن ينقفل المخرج. إن كنتم في شك من على مخرج الدال. قل يا أيها الناس إن. لا لا مش صحيح الإخفاء. إن كنتم في شك. ما تزربش في الغنات، انت بيت تاكل فيه. نقص الغنات وماشي. لا نقص ربال عاودة. قل يا أيها الناس إن. إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من الله كمحا من دون الله. الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. صحيح. وأمرت أن أكون من المؤمنين. كافي يعطيك الصحة، شكرا لك، بارك الله فيك. هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا. هو الحر إن كان الحري حواريا. له
له بتحريه إلى أن تنبلا زيد. كاف فما رقم صلى الله عليه وسلم؟ 3 4 5 6 وين 7؟ يسالش خل تقرا بعد خلاص يلا. وان اقيم وجهك قلق للجيم، ما تقوليش وجهك، هذه جدي صفه الشده والقلق لا ما ثماش. لا، وان اقيم وجه اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن فخم الغنى ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل لام الموقوف عليها بينها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. سن شكرا بارك الله فيك. هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا. هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا زيد. هو الحر شكرا. نعم. من الطيبات بين التضعيف ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. أي نعم. إن الذين حقت عليهم خمس حروف كلمات ربك لا يؤمنون صح ولو جاءتهم
كانت فلولا كانت قرية قرية آمنت فنفعها فنفعها فلولا كانت قرية قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس يونس عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إيه نعم. يعطيك الصحة، شكرا لك، بارك الله فيك. رقم اللي بعده 9. نعم. هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى شكرا. ثم من أمتع الشراح للشاطبية هو شرح الوافي، هذا الكتاب ممتاز للشيخ عبد الفتاح القاضي، الشيخ عبد الفتاح القاضي. والحقيقة النسخة دي ممتازة جدا، مش كما النسخة اللي تقرأوا بها أنتم، هذه نحن الحقيقة خذيتها كان البارح من معرض الكتاب دار الغوثاني، مشيو دار الغوثاني، نسخة جميلة جدا منقحة ممتازة، اللي نجم ياخذها يستفاد منها. راه حتى المال في الكتب النافعه فها اجر ومنفعه، راه هذا الحقيقه نسخه جميله جدا. هذا اسمه الوافي في شرح الشاطبيه، الشيخ عبد الفتاح القاضي، دار الغوثاني، معرض الكتاب، تقريبا النسخه 35 دينار، والحقيقه باهيه تنفع ممتاز. الوافي في شرح الشاطبية، صاحب الكتاب هو الشيخ عبد الفتاح القاضي المصري، عنده عديد من الكتب، عنده البذور الزاهرة في القراءات العشر، عنده عديد من الكتب. فالحقيقة هو شرح ممتع، خير حتى من النسخة اللي عندكم اللي تقرأوا بها، الحقيقة فماش حتى وجه للمقارنة في النسخة دي اللي تعملت جديدة، ممتازة جدا. دار الغوثاني، مكتبة بيروت، فيها جميع كتب الدكتور أيمن، يعني خاصة كان بالقراءات، فاللي يمشي لها يلقى فيها اللي ينفر إن شاء الله. إي نعم. ما تزرب شيء يقولوا غرو عن فخم الغنى مش ينتظر طاء، ينتظرون تاء، رقي في التاء شوية. ما تزربش، ما عادش تعمل هكاك، ثم ننجي، عاود في عقلك. كذلك بين كسرة اللام حقا علينا، حقا علينا بين التضعيفة حقا علينا ننجي المؤمنين. صحيح. قل يا أيها
شفت كيف شكل في الغنات على بعضه أبوينهم الغنى معاك هكاك تو في عقل تاي عادي عايش بنت الغنى زيد طول الغنى قل يا أيها الناس ريح الغنى زيد إن كنتم في شك شفت كيفاش في شك من ديني فلا أعبد الذين تزربش عاش بنت فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يعطيك الصح شكرا أنا مع الشزر شكرا لك بارك الله فيك الرقم 10 وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين صحيح ولا تدع من الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله أنت قاربي في اللسان تاعك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو زيد عودها مرة أخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو صحيح وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده في خطأ هذا يتقرب المصحف يلا يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك وقارئه المرء
شكرا، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. ننتقل إلى التكرار. هاي سيدي التكرار، حاولوا نعملوا حزب ونص توا، حاضرين مول الاختبار بحول الله. ها عندكم اختبار الصورة كلها السبت القادم، نعملوها للرجال واللي بعدها انتم فاهمين يونس، وبعد المسابقة اللي باش نعملوها بالرمضان كما الموعد اللي حاطينه في الإعلان نفس التوقيت بحول الله. السبت القادم نعمل اختبار يونس للرجال، واللي بعده نعمل لكم انتم اختبار صورة يونس فاهمين. المسابقة حاضرين بحول الله كما تفهمنا الآخر يونس استنجمع بدينا من الأول بكل البقرة الآخر يونس إن شاء الله. هاي مال التكرار وين وصل؟ اقرأ يا نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ارفع صوتك مش يسمعوك المجموعة كل. الرحمن الرحيم. هنا. ولو أننا نزلنا إليهم. نزلنا. خلها فصيحة. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم. لا مش عاد الملائكة. شو الخطأ اللي عملتيه؟ زدتي لنا ألف التاء. الملائكة. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثر زيد الغنة ما عشتك الغنة أكثرهم يجهلون. واصلين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أيوة. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة لا معاش زيد ولتصغى إليه أفئدة الذين لا لا تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. امشي. أفغير الله أبتغي حكما أبا بين القلق أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل عليكم إليكم الكتاب مفصلا. واصل. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا امشي. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. زيد هواء. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. واصل. يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. امشي. وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من مش أعلم معزيز في الحروف. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صحيح. تواصل. وكلوا فافا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا هو الحر إن كان الحري له بتحريه إلى أن تنبلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا. اسمه اللي بعده. وذروا ظاهر الإثم
إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زدنا للكافرين ما كانوا يعملون صح. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ولو جاء لا وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وما يشعرون أي وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي حتى تنؤتى قالوا لن نؤمن حتى أي عاود الآية وإذا جاءتهم آية وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون ما شاء الله عليك يعطيك الصحة شكرا ينفع بيك إن شاء الله اللي بعد سنتي سلام هاي اللي بعده لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وكذلك جعلنا ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون
وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ما شاء الله، يعطيك الصحة، شكرا، بالتوفيق إن شاء الله. بعده ما شاء الله، هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى اسم اللي بعد. وجعلوا لله من الحرث كيفاش عاودة وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله واصل. وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم قد ظل ولو شاء فاحمر مش يفترون رو رو فذرهم وما يفترون واصل وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعم حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه قد سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم يلا أي ربك من الثمن كيف مش هكا ثمن ما زادش قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين شكرا مزيد من التكرار بارك الله فيك شكرا لبعض ها هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا الله يبارك شكرا وهو الذي أن
أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزرع والنخل مختلفا أكله لا والنخل والزرع العكس والنخل والزرع والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين نعم ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين جميل شكرا ما شاء الله بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن الرحيم وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجدم العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وقارئه المرضي قر مثاله كالأترج حاليه مريحا وموكلا هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويمنه ظل الرزانة قنقلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا اسم اللي بعده إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إخفاء النون مع الغنة فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وصل. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر صحيح ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا
أو الحوايا كسرة الواو أو ما اختلط بعظم أيوة. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وصل. فإن كذبوك فقل ربي فقر اضغم في الراب إلى غناي فإن كذبوك فقل ربي ذو ربكم ذو رحمة فقل ربكم فقر ربكم فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين أيه. فإن سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون أي. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين نعم. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا أيوة. فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون كذبوا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة لا لا ما تمدش بالآخرة وهم ما فيش مد التاني وهم بربهم يعدلون يعطيك الصحة شكرا لك بارك الله فيك بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن الرحيم وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة زيد هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إيه؟ وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مشايخ معلمونا في ثلاثة هذوما اللي زرت بعضهم قولولنا العاقل والذكر والتقي. العاقل والذكر والتقي فتسهل علينا تسهل مش ما تقولش تعقلون إذا قريت تعقلون جيك تذكرون بعد جيت تتقون فيعلمون هكذا. أي نعم قوله. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن عبادتهم لغافلين. عن دراستهم لغافلين. ما اشتقت لكنا. اجتنبي هذه الوقفات. رب الكهف. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. شكرا يعطيك الصحة. موضع صعب هذا يتحضره الناس كل في كل المسابقات يعطى فهذا موضع صعب لابد من الانتباه وتثبيته بشكل جيد. تراك رانا لبيت حافظتيه هات بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمنا رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير مبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله كالأترج حاليه مريحا وموكلا والمرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن ينبلا. ما شاء الله عليك يعطيك الصحة شكرا شيء جيد ما شاء الله. هاي الثمة الأخيرة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي هكا في النحل فرق بينها وبين النحل هاي رد بالك مشتبه في النحل في آخر سورة النحل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك لا عاودة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أي هل ينظرون إلا أن تأتيهم
الملائكة أو يأتي أمر لا أمر في النحو أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أمر ربك في النحو عودة هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك هكذا يوم يأتي بعض آيات ربك آياتي يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع ترى عاود ومد المادة شو بك دخلت بعض هاي يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا تمام قل انتظروا رق شوية في التاء إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى ربي قانون بالإضافة قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم شكرا بارك الله فيكم نقرأ الأبيات ونقرأ الثمن الأخير متاع يونس ومن بعد نختم الحصة أقرأ لبيته بدأت ببسم الله في النظم أولا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير مبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبذوءا به أجدم العلا وبعد فحبل الله فينا كتابه وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواريه على الجد مقبلا وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا أهم العلم
إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا نعم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين شكرا بارك الله فيكم إن شاء الله الحصة القادمة واللي بعدها يعني عنا أربع حصص مش ناخده جديد حتى إن شاء الله يوم 12 ماي لحد تاع 12 ماي نبدأ في سورة هود بحول الله في رمضان عنا شهر كامل خليوها تكرارة تو كملتوا يونس تمكنوا التكرار تحضروا المسابقة إن شاء الله الجديد يكون يوم 12 ماي في رمضان بحول الله لحد بتاع 12 ماي ناخذوا أول سورة هود الأسبوع القادم تحضروا الحزب بتاع الأعراف ويونس كل فهمنا كالروم الزوز حزب نتاع الأعراف الأولاني 8
اللي هما باش يقراوا في العادة، معاهم سورة يونس، ثمانية أخرين يعني ثمانية نساء يحضروا سورة يونس إن شاء الله. هذا كله شهر باش يقعد تكرار حتى تكون المسابقة بشكل جيد إن شاء الله، ورب يوفقكم إن شاء الله ورب يتقبل منكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.